وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معشر المسلمين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. من بلاد الشام الشقيق، مهبط الوحي وبلد العلم والعلماء والصالحين والعارفين والأتقياء، ينزل ضيفا على ساحة الزاوية البلقائدية الهبرية، وهذه الروضة المباركة والمسجد العامر، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسام الدين محمد صالح فرفور، رئيس مجمع الفتح الإسلامي بجامعة بلاد الشام، وأستاذ الفكر المقارب والفكر المعاصر وحوار الحضارات والأديان، ومستشار وزير الأوقاف للشؤون الدينية والتعليم العالي. نتشرف بالجلوس إلى حضرته لنسمع درس الجمعة، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى.